راح نبلش ان شاء الله بحل المسائل مال الكانتك. طبعا ركزوا بس قبل ما تبدي بحل اي مسألة لازم تعرف انت هذا يا اوردر دا ينطيك او مثلا على يا موضوع دا يحكي، هذا تحدد القوانين اللي تحل بين قبل ما تبدي تحل، هذا اهم شيء. تمام، فس هنا مثلا بالاكزامبل اثنين، طبعا اكزامبل رقم واحد نرجع له بعدين لان بي موضوع يعني مال ثيرد يعني فشي ما دخل تكون بالمنهج بس هم راح نرجع نشرحه. المهم فهسه من تجي تحل اول شيء تحدد الاوردر او تحدد القوانين اللي راح تشتغل عليها. فانت هنا انا من ذاكر لك مصطلح سسبنشن، سسبنشن قلنا عليه شنو يعني المحاليل اللي تكون مثلا الظاهر مالته هو زيرو اوردر وبالحقيقه انه دا يتبع نظام الفيرست اوردر. فهنا انا قال لي سسبنشن هذا يعني شنو دا يتبع نظام الابيرنت، وقلنا شنو يعني نظام الابيرنت. نظام الابيرنت انه مثلا خل اشرح لكم اياها بطريقه ثانيه، خاف يعني ما مفتهمين لان شرحت ذاك اليوم بطريقه اتصور يعني الاغلبيه قالوا ما فهمنا. فالفكره مال السسبنشن يعني انت مثلا هسه عندك ماده محاليل معلقه، يعني انت عندك في التركيز معين من ماده. انت هنا أنا مثلا هذا خلينا نقول هذا الاسبرين، عندك هنا انت مخلي طوز تمام، فمن اجي ضفت كميه من المي خلينا نقول يعني على سبيل المثال، فانت ضفت كميه هنا مي زين، راح يتحلل عندك جزء من الاسبرين، راح يتحلل عندك جزء من الاسبرين خلينا نقول خلالك التركيز مال النظام خلي يكون مثلا 10. جيت قست الستة هنا هذا التركيز مال الاسبرين والمي هنا لقيته 10 تمام، تأثر عندك التركيز. جيت ضفت النوب كمية إضافية من المي تمام، ضفنا النوب مي، ضفنا هنا مي، جيت قست التركيز لقيته 10 كأنه إنه التركيز مدى يتأثر، بس هو بالحقيقة إنه أنت عندك مخزون من الأسبرين هنا، طبعا الألوان مشكلة، عندك مخزون من الأسبرين هنا، فكل ما تضيف مي دا يطلع لك تركيز من هنا يرجع يعادل لك التركيز يرجع لك إياه 10. فأنت إيش كل ما تضيف مي تجي تقيس تلقى التركيز 10، كل ما تضيف مي تجي تلقى تركيز 10. فهنا أنا كأنه إنه التركيز مدى يتأثر، فش دا يقول لك، بس هو بالحقيقة إنه أنت عندك خزين كبير من الأسبرين على شكل طوز، فكل ما تضيف له مي دا يتحلل جزء من عنده، دا يتحلل جزء من عنده يرجع لك التركيز 10. فأنت تشوف إنه التركيز ثابت، فهذا يسمونه الأبيرنت زيرو اوردر، كانه انه موقف التاثير للتركيز على المحلول، بس هو بالحقيقه انه خزين دا يخرج، يعني كل ما تضيف مي دا يطلع خزين يعادل لك التركيز تمام. هاي الفكره مال زيرو اوردر. فانت هنا وهاي وين تكون خاصه بالمعلقات او يسمونها السسبنشن. فانت من تقرا سسبنشن بالمعادله يعني انت قبل مباشره تنزل القوانين مال الابيرنت زيرو اوردر. زين، قوانين مال appearance zero order نعرفها احنا، ده يعني قلنا اول ما تجي على المسألة تحدد الاوردر اللي تحل به مباشرة تنزل القوانين، فراح تقول الk0 تساوي الkf مال first مضروبة بالsolubility تمام. هاي التنان حددت القانون انتهى، بقية الحل راح يصير عندك كله سهل. زين، فهناش ده يقول لك منطيك التركيز مال الاسبرين شقد 325 ملغ بالخمسة مول او 6.5 ملغ بالمئة مول تمام. هذا اول شيء منطينا التركيز. زين، سولوبولتي شقد؟ سولوبولتي منطيك اياها بدرجه حراره 25 هي شقد 0.33 غرام بالمئة مول تمام. هنا ايش يقول؟ therefore the preparation will definitely be suspension. زين اوكي، هسه احنا قلنا ان suspension يعني على قوانين الابيرنت. بعد شنو عندك؟ شيريد من المطلوب من عندك the first order rate constant. شيريد من عندك the first order rate constant يعني شنو؟ يعني رايد من عندك الكي اف. وش منطيك؟ لا لحظة، عندك the first order منطيك الكي اف اللي هي شقد 4.5 في 6 أس سالب في 10 أس سالب 6. زين، شيريد من عندك؟ يريد من عندك الكي زيرو. calculate the zero order rate constant منطيك الكي اف، يريد من عندك الكي زيرو. هذا تطبيق مباشر على القانون. كي زيرو شو تساوي؟ كي اف في solubility، راح تجي تنزل هنا عندك الكي زيرو هو المطلوب، تنزل الكي first order تضربه بشنو؟ بال 33 اللي هي solubility، راح يطلع عندك الكي زيرو هاي قيمة مالته. بعد ايش طالب من عندي؟ طالب من عندي التي شيلف لايف. تي شيلف لايف نعرف القانون مالتها، تي شيلف لايف
تساوي 0.1 من الكونستريشن على الكي. الكي طلعنا مال زيرو اوردر. احنا من يطلب من عندنا تي هالف لايف تي شيلف لايف احنا نتبع قوانين الزيرو اوردر بهذا مال السسبنشن. فمن هنا من منطيني فمباشرة اطبق الكي زيرو. ايش قد عندي؟ طلعت عندي هذا كي زيرو ال 0.1 من الكونستريشن. فتطبيق مباشر على القانون راح يطلع عندي الناتج. يبقى شلون نحاول للدي؟ عندنا احنا كم ثانية باليوم؟ مثلا انا بدي احاول انسى طلع عندي بالسكند، فانا عندي اضرب 24 اللي هي الساعة داردة طلع عدد الثواني اللي يعني اليوم بجد كم ثانية. فعندك 24 ساعة تضربها في 60 دقيقة في 60 ثانية راح يطلع عندك ايش قد الناتج ثواني. عندك 24 في 60 في 60 راح يطلع عندك 86400. هذا عدد ثواني باليوم. فانت تقسم الناتج مالتك اللي هو ايش قد 430000 تقسيم هاي الناتج راح يطلع عندك 5 دي. تمام. هذا شنو؟ هذا التي شيلف لايف. عملية التحويل يعني شيء سهل ترى، تافه يعني 24 ساعة عندك باليوم تضربها في عدد دقائق في عدد ثواني. انت اليوم الواحد وجيت 86000 ثانية، فانت تقسم هاي الكمية على 86000 ثانية راح يطلع عندك ناتج بالدايز. تمام. هاي المسألة الأولى. هذا المثال الثاني طبعا هو محدد لك بالسؤال على يا اوردر دي يشتغل عليه. فهو محدد من السؤال دي يقول لك انه هذا فيرست اوردر. طبعا قانون الفيرست اوردر اللي اخذناه احنا بالملزمة كان شون شكله؟ لوغاريتم سي كونستريشن يساوي طبعا هذا بأي وقت، يعني مثلا مو هو الانيشال كونستريشن، يعني مثلا بعد مرور كذا تايم انطاني هذا التركيز، فهذا يسمونه السي تي. تمام. لوغاريتم سي شو يساوي؟ لوغاريتم سي زيرو اللي هو الانيشال يعني التركيز البدائي ناقص كي تي على شنو؟ على 2.0303. تمام. هذا القانون مال الفيرست اوردر اللي اخذناه. هنا انا هو مسوي شوي علي تعديل بحيث مخلي يعني مطلع لي قيمة الكي، يعني انه بالحل انه مباشرة كي تساوي كذا. فورا التعديل شون يكون شكل القانون؟ الكي يساوي 2.0303 ورا ما سوى تعديل بسيط على القانون مضروب في لوغاريتم السي انيشال على السي تي. مثلا هذا السي تي قلنا يعني بعد مرور وقت معين على التفاعل. تمام. فهذا يعتبر الكونستريشن البداية وهذا بعد مرور مدة معينة. تمام. هو هنا اساسا بالسؤال محدد لك هو يا اوردر دا يشتغل. تمام. هذا الفيرس اوردر. فهنا ايش منطيك بمعطيات بالسؤال؟ اول شيء منطيك تايم. زين. بعد شنو منطيك؟ منطيك الكونستريشن. هذا الكونستريشن بعد مرور 65 دقيقة. تمام. بعد ما مرت 65 دقيقة على التفاعل لقينا الكونستريشن كذا. الكونستريشن اللي بدينا به هو 57.9. تمام. فش طالب من عندك؟ طالب من عندك الكي ومنطيك القانون. انت تجي تطبق تطبيق مباشر على القانون. هذا عندك مثلا قانون هذا شكله قلنا بعد التعديل. تخلي الكونستريشن، هذا الكونستريشن اللي بدينا بيه، هذا الكونستريشن بعد مرور 65 دقيقة تعوض هنا على 65 دقيقة راح يطلع عندك الكي بهالشكل. تمام. هاي الوحدة مال الواحد على منت او واحد على سكند احنا بالقانون، هاي وحدة الكي وين؟ بالفيرست اوردر. انتهينا منها. زين. المطلب الثاني شنو؟ دي يقول لك هاو ماتش هيدروجين بيروكسايد ريمايند بعد شقد؟ بعد مرور 25 دقيقة. هنا انا شنو ايش يريد من عندك؟ يريد من عندك السي تي. تمام. فهنا الكي طلع عندك، هذا الكي ثابت يعتبر يعني بالتفاعل. فانت بس تطبق الكي، قيمة الكي هاي عندك ثوابت، هاي تخلي التايم اللي هو طلبه، يعني قال بعد مرور 25 دقيقة من التفاعل، فانت تنزل 25 لوغاريتم هذا التركيز اللي بدينا به، هاي يطلع عندك التركيز بعد مرور 25 دقيقة، هاي يطلع هذا الناتج.
تمام. بالنسبة لهذا المثال يعني مثال قلنا بسيط وتطبيق مباشر على القانون، هذا بالMCQ يجيكم ينطيك نفس هاي الكليشة بالضبط، ممكن انه يغير بالارقام ممكن انه ما يغير، نزلك اياها مثل ما هي ويعطيك مثلا عدة خيارات اللي راح يغيره شنو، راح يعطيك مثلا 0.0277 بس يغير لك الوحدة مال كي، يكتبها منت بدون السالب، او يكتب لك اياها مثلا اللتر في لتر على مل في سكند، يعني يغير لك بالمال الاوردرات. فانت لازم تكون مركز على هاي الفقرة مال الوحدات، قلنا هذا المينت ماينس 1 هذا شنو، هذا مال فيرست اوردر تمام. قلنا بس اهم شيء من تحل المسائل تحدد الاوردر وتنزل القوانين مال الاوردر على صفحه وتبدي تحل. بهذا المثال همتين على قوانين فيرست اوردر، خو هذا يهلهل دي يقولاني فيرست اوردر، هاي كاتب لك اياها بالسؤال على قوانين فيرست اوردر. انت تجي تنزل قوانين فيرست اوردر، قلنا الكي شو يساوي تركيز الاثنين 0.303 على شنو، على T مضروب في شنو، طبعا هنا انا ما تكفي الورقة، K يساوي 2.303 على التايم في لوغاريتم تركيز البدائي على CT، تركيز البدائي على CT. هنا عندنا التركيز اللي بدا بيش قد 300، ايش قد صار التركيز 500، ايش قد صار التركيز ورا مثلا فتره من الوقت 300. هاي هنا انا اريد اطلع الكي، فنطبق راح يطلع عندي الكي، بعدين نطبق على قانون، يا اما تحلون على قانون التي هو طالب من عندي، هنا طالب من عندي الهالف لايف، يا اما تطبقون على قانون التي هالف لايف مال الفيرست اوردر اللي هو شو يساوي، طبعا هنا الكي التي هالف لايف، وين القانون مالته، تي هالف لايف 0.693 راح يطلع عندك الحل صحيح، يعني ما ترى يطلع عندك نفس هذا الناتج. او تجي انت تقول هو التي هالف لايف شنو بالتعريف، قلنا انه هو الوقت اللي لازم حتى تطير عندي نص الكونستريشن اللي بديت بيه، زين انت الكونستريشن اللي بديت بيه قد 500، فانت هنا مباشرة على نفس القانون مال الفوق، فانت شو تقول، راح تقول التي يساوي تنزل بس تسوي تعديل على المعادله وتخلي انه الكونستريشن البدائي قلنا 500 وورا ما طار من عنده نص اللي 250 راح يطلع عندك التي 54.3 دايز. قلنا يا اما نستخدم القانون هذا اللي احنا حافظينه مال تي هالف لايف، او نجي نشتغل على نفس فكره التعريف، قلنا هو الهالف لايف انه نص الكونستريشن طار، فنخلي الكونستريشن البداية 500 والكونستريشن ورا ما طار من عنده نص 250، ونخلي قيمة الكي بالقانون ونعوض راح تطلع عندي التي. فقلنا يا أما نشتغل على نفس فكرة التعريف أو نجي نطبق قانون مباشر اللي هو التي هالف لايف تساوي 0.693 على كي. هنا أنا هو أصلا بالسؤال منطيك بهذا المثال ده يقول لك إنه هذا second order شون x، وين ما تقرأ x هذا يعني شنو منطيك، يعني بالمعطيات x هذا دي يحكي على شنو، على second order. second order شنو القانون مالته، قلنا x على a او الkt تساوي x على a في a ناقص x. ال x هو خلينا نقول الفراكشن يعني خلينا نقول او الجزء المتحلل من المادة والجزء المتحلل من التركيز. وأذكركم بالسكند أوردر شنو كان عندنا بالسكند أوردر، قلنا أما أكو عندنا الـ A تساوي الـ B concentration الأول وراح نشتغل عليه هذا القانون، أو عندنا الـ A أكبر من الـ B بس بنسبة قليلة، الـ A أكبر من الـ B بس بنسبة قليلة، وقلنا أما أنه الـ A أكبر من الـ B بنسبة كلش كبيرة بحيث أنه راح يسمونه بذاك الوقت انه سيودو فيرست اوردر، يعني راح يصير كانه كاذب، يعني من يبدي التفاعل راح نلقى انه البي مبين التفاعل مالته واضح بس الاي انه كميه قليله كلش متفاعله من عنده، فبالتالي كانه ما دي يصير بتغيير الاي، فهنا يسمونه سيودو او الكاذب. فلا تنسون هاي الفكره. فقلنا انه القوانين مال السكند اوردر اذا جينا لقينا بالمساله اكس هذا شنو، هذا يعني سكند اوردر، فنتبع قوانين second order. فهنا ايش منطيك، منطيك التركيز مال الاي او تركيز اي مادة من المادتين اللي قلنا هو اي تساوي بي،
تمام، في تطبيق مباشر على القانون نعوض قيمة الاكس ونعوض قيمة الاي، راح تطلع عندي الكي. فتيقول لك شنو بالله هنا أنا يريد من عندك انه تحسب له الكي، فقلنا بس مباشرة تطبيق مباشر. بس اكو هنا ملاحظة بسيطة انه هنا من معوض شوي صار عنده غلط، انه هاي التسعة ما موجودة، يعني استهنا منطيك قايل لك انه 0.01 ناقص 0.00566، فحتى عدي يطلع لك قيمة مباشرة، فهنا انا غلطان يعني. شوف بس هذا الناتج هو كاتب هنا شكل، وهنا من منزله من معوضه غلطان بالتعويض، فعندك صايره غلط بالحسابات، فانت تحذف هاي التسعة، تحذفها منها حتى يطلع عندك الناتج صحيح. لا تنسون اهم فقره الوحدات، هاي الوحدات مال شنو؟ مال اللتر في مول ماينس 1 منت ماينس 1، قلنا هذا مال منو؟ هذا مال السكند اوردر. اهم شيء بالحل لا تنسون الوحدات مال الكي، هي هاي اهم شيء بالحل. بعد شنو طالب من عندك؟ طالب من عندك الهالف لايف. الهالف لايف هو قلنا 1 على اي في كي، راح يطلع عندك التي هالف لايف. قلنا ارجعوا باي بالمساله بس طلعوا الناتج صحيح، يعني هاي اكيد الناتج غلط هنا بالحسابات لان هو بالتعويض عنده غلط، فحتى من تعوضون بقانون التي هالف لايف طلعتكم الناتج صحيح. على اغلب هذا الناتج راح يكون غلط، تمام. قلنا سكند اوردر منين عرفناها؟ من الاكس اللي منطنا اياها بالسؤال، نلقى اكس هذا شنو يعني سكند اوردر. هنا أنا بهذا المثال يعني مبين عندنا شنو هو تي 1 مبين وعندي تي 2، فمن دي يذكر لي هذا شنو على اي قوانين راح نشتغل؟ راح نشتغل على قوانين درجه الحراره. فانت مبدئيا منطيك اياها بالسيليزي ومنطيك اياها بالابسوليوت اللي هي الكلفن، فمنطيك الدرجة تي 1 وهنا انا منطيك شنو هو التي 2، فانت مباشرة راح تعرف انه لازم نشتغل على قوانين شنو هو القوانين مال تأثير درجة الحرارة. فهنا دا يطلب من عندك منطيك قلنا التي 1 تي 2، دا يقول لك انه بالتي 1 الكي كذا وبالتي 2 الكي كذا، يعني منطيك كي 1 كي 2 تي 1 تي 2، فانت مباشرة تعوض بهذا القانون قلنا مال درجة الحرارة. المطلب مالته شنو هنا؟ يريد الطاقة، تمام، بس بشنو يريدها؟ بالكيلو كالوري على مول. فانت راح تجي تعوض تطبيق مباشر، راح يطلع عندك بالكالوري على مول، فانت شو تسوي؟ بس مباشر بس تقسم على الف حتى يطلع لك بالكيلو كالوري، راح يطلع عندك الناتج بهالشكل. المطلب الثاني بالسؤال شنو كان؟ الفريكوانسي، الفريكوانسي فاكتور. الفريكوانسي فاكتور هي شنو؟ هي الاي، هو اصلا داخل لك اياها، يريد من عندك الاي. الاي بالقانون اذا تذكرون احنا عندنا قانونين بمال درجه الحراره، قلنا القانون الاول هذا، القانون الثاني كان لوغاريتم كي يساوي لوغاريتم اي في شنو؟ ناقص الاي اي على 2.303 ار تي، تمام. فهنا نجي همتين نطبق احنا الكي، هذا القانون طبعا هو كاتب لنا اياه الحالي كتبته، نجي نطبق الكي طلعناها قبل شوي، كي طلعناها، بعد شنو عندي؟ يريد من عندي الاي تطبيق مباشر الاي اي، اصلا الكي العفو منطينا اياها الاي اي. هنا لازم تركزون على شغله هسه، انت مثلا اذا تستخدم هنا كي تستخدم الكي 1، يعني خلي ثبت عندك انه استخدم الكي 1. هنا بالسؤال بالحل من نجي نحل، اذا عوضنا هنا كي 1 فانت هنا لازم تعوض تي 1، اذا عوضت هنا كي 2 هنا لازم تعوض تي 2، بس انت نتبع مبدا السلامه نعوض كي 1، تمام. عوضنا هنا كي 1 وعوضنا هنا تي 1 حتى نطلع عندنا الاي اللي هي شنو؟ الفريكوانسي، تمام. تطبيق مباشر ننزل الكي 1 طبعا، وننزل التي 1 قلنا بالابسولوت او الكيلفن، راح يطلع عندي لوغاريتم الاي، نطلع اللوغاريتم راح يطلع عندي الناتج بهالشكل، تمام، انتهى. هذا بالنسبه للسؤال مال تمبرتشر، قلنا اذا لقينا تمبرتشر يعني مباشره نعوض بقوانين تمبرتشر، ما بها اي مشكله. هنا أنا بالإكزامبل الأخير بالمسائل، طبعا هنا دا يقارن لك بين الشيلف لايف مال الأسبرين إذا جينا حضرناه على شكل سوليوشن، أو إذا جينا خليناه
سسبنشن. سسبنشن يعني معلق. زين شنو الفرق هنا؟ طبعا بال كام سي كيوات بالمسائل يعني او بالامتحان مالكم يعني ما راح يجيكم هيك سؤال، بس انه اذا جتك مقارنه او قال لك يا هو احسن، او مثلا قال لك انه الاكوي او انه الشيلف لايف مال الاسبرين اذا كان سسبنشن راح يكون اكبر من الشيلف لايف مال الاسبرين اذا كان اكوياس، او مثلا يقول لك ايهما افضل او ايهما تفضل، وفهنا اجيكم بالام سي كيو. زين نجي نحكي هنا على هذا الاكزامبل. فهنا ذاكر لك دي يقول لك انه الاسبرين ستيبل بال بي اتش، هاي معلومه خليها لك ما نحتاجها. فش دي يقول لك بي اتش ابيرنت فيرست اوردر ريت، هنا معطينا الفيرست اوردر مالته ريت اللي هو خلينا نقول الكيج جيت 5 في 10 اس سالب 7 تمام، هاي معطينا الكي. زين the shelf life of aspirin solution under this condition can be calculated، نجي نحسبه على قوانين ال first order مباشرة، نطبق القانون مالتنا شنو كان ال t shelf life تساوي تساوي 1.0105 على شنو على k مال ال first order، فراح يطلع عندي مباشرة ايش قد يومين، يعني اذا الشيلف لايف مع الاسبرين يومين، يعني يومين خلينا نقول ومباشرة يصير عندي المادة اكسباير، فهذا فدي يعتبر فتشي غير مرغوب، وفتشي يعني يعني شنو المادة يومين وصار اكسباير تمام. هذا كان خلينا نقول سوليوشن، هاي اللي هنا أنا واضحة واضحة. زين اذا جينا سوينا معلق، المعلق شنو هو؟ قد يعني شرحناه اكثر من مرة، المعلقات السسبنشن او الابيرنس زيرو اوردر. الابيرنس زيرو اوردر قلنا انه يكون عندي شلون مخزون من الماده، يعني مثلا هنا انا عندي ماده سويت سسبنشن وقلنا هذا خذفناه لها، فهي تبقى شوي شوي يطلع من التركيز، يعني كل ما هذا تعادل كل ما تعادل التركيز يرجع يطلع يعني النوب يطلع تركيز يطلع تركيز، فيبقى محافظ على نفسه المده طويله كلش تمام. فهنا من اجي قلنا انه هنا راح نسوي سسبنشن، فاكيد راح تجي اطبق عليه قوانين الابيرنت زيرو اوردر. فهي القوانين مال الابيرنت زيرو اوردر شنو كانت؟ قلنا الكي زيرو ايش تساوي كي اف مضروبه في السولوبيليتي تمام. فهنا سؤالنا شو يقول؟ دي يقول هل السسبنشن راح يزيد عندي الشيلف لايف مال الاسبرين؟ شلون احسب لي هذا او اثبت لي هذا الشيء؟ فانت شو راح تجي تثبت لي اياه؟ قلنا وانطانا اللي فوق الكي زيرو الكي فيرست اوردر هي ايش قد 5.5 في 10 اس سالب 7، فنطبق القانون مالتنا اللي هو الكي زيرو تساوي الكي اف مال فيرست اوردر في السولوبيليتي. زين شو راح يطلع عندنا القانون؟ اذا ضربنا ناتج جد راح يكون راح يكون عندي 1.6 في 5 1.65 في 10 أس سالب 7 غرام بالمول. زين هاي الوحدة مال الزيرو مال الزيرو أوردر تمام. فش دي يقول لك if one dose of aspirin at 650 ملغرام بير teaspoonful. teaspoonful شنو يعني؟ يعني خاشوقة مال شاي. خاشوقة مال شاي ايش قد تساوي؟ تساوي عندي 5 مول. زين 5 مول احنا كل يعني بالاسئله خلينا نقول النواتج اللي عندي كليتها مثلا 33 سولوبيليتي مالته 33 بال 100 مول، فانا بس مجرد انه احول هاي 650 ملغ بال 5 مول احولها لل 100 مول. شلون راح احول؟ عندي التحويل مالته بسيط، يعني احنا اذا قلنا 650 بال 5 مول ايش قد راح عندي بال 100؟ كم راح يطلع عندي كم غرام؟ فالناتج ايش قد راح يكون؟ الناتج مالته راح يكون 13 غرام بالمئة مول. هاي بس على مود اطبق، حتى على مود بالتطبيق يطلع عندي الناتج صحيح. بعدين راح اجي اطبق على قانون التي شيلف لايف. تي شيلف لايف مال يا هو التي شيلف لايف مال الزيرو اوردر تمام، او مال اللي قلنا احنا راح نستخدم بالابيرنت راح نستخدم كل تي شيلف لايف، والتي هالف لايف راح نستخدم شنو هو القوانين مال الزيرو اوردر حتى نستخرجها. قوانين مال الزيرو اوردر شنو كانت؟ انه 0.1 من شنو من الكونستريشن سي سي اي 0.1 من الكونستريشن على شنو على الكي زيرو اوردر راح يطلع عندي بهالشكل. ايش قد طلع عندي الناتج؟
91 يوم. 91 يوم من اجي اقارن تي شيلف لايف، قلنا تي شيلف لايف هي تعني عندي الاكسبايرد داي، فمن اجي اقارن يعني عندي بالسسبنشن شقد يومين، وبال العفو بال اذا سوينا اكوياس راح يطلع عندي يومين، بس بلنا نسوي سسبنشن شقد 91 يوم، يعني فرق كلش كبير. من اجي اسوي سسبنشن راح يعطيني تي شيلف لايف كلش كبيره، 91 يوم يعني مقارنه باليومين ترى فرق كلش كبير. فهنا انا راح اقول له انه انا بالاسبرين بتحضير الاسبرين افضل انه احضره بشكل سسبنشن حتى يكون عندي التي شيلف لايف مالته كبيره. تمام، هذا بالنسبه لهذا السؤال، وهذا يعتبر اخر سؤال عندي بموضوع اركانتك، وان شاء الله نلتقيكم محاضرات الانترفيشال او مال الشد السطحي، وبالتوفيق.